فصائل متسارعة في اليمن المقسم إلى صدارة الجيوش العربية، ومنها لأول قوة تعلن الحرب على إسرائيل. ورغم كل الظروف التي عصفت به، إلا أنه لا يزال واحداً من أقوى جيوش المنطقة، بمئات الطائرات الحربية وآلاف المسيرات والراجمات والأكثر امتلاكاً للصواريخ البالستية. قوة سوفيتية مصغرة تحكم مضيق عدن، هزمت التحالف السعودي والإمارات ولم تتأثر بالضربات الأمريكية البريطانية. الكثير من الخفايا والتفاصيل نكشفها لك عزيزي المشاهد عن الجيش اليمني العائد من تحت الرماد. تابع الحلقة حتى النهاية. القدرة الصاروخية. تعتبر الترسانة الصاروخية اليمنية واحدة من أضخم الترسانات في المنطقة العربية، ويأتي في مقدمتها صواريخ أوتي أرتوشكا السوفيتي بمدياس مختلفة تتراوح بين 70 إلى 120 كيلومترا، يليها صواريخ فروغ 7 والتي يصل مداها إلى 150 كيلومترا، ومزودة برأس حربي يزن 750 كيلوغرام. ويمتلك الجيش اليمني أكثر من 200 صاروخ من طراز سكود السوفيتي والتي يصل مداها لأكثر من 300 كيلومتر، إضافة لعشرات الصواريخ من طراز هواسونغ 5 الكوري الشمالي بمدى يصل إلى 320 كيلومترا، وبعدد أقل صواريخ هواسونغ 6 يصل إلى 700 كيلومتر. وقدمت إيران للجيش اليمني عقب سيطرة جماعة الحوثي على غالب مقدراته دعما عسكريا مهولا كهندسة صواريخ قدس 4 البالستية والتي تصنع محليا ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر، وهي مزودة برأس حربي يزن 600 كيلوغرام، وبصورة مماثلة صواريخ غدير التي يمكن اعتبارها نسخة طبق الأصل عن الصاروخ الإيراني شهاب 3. وأضخم الدعم الإيراني كان صاروخ طوفان، وهو صاروخ باليستي تصل سرعته إلى 4.5 ماخ، وهو أقرب ما يكون للصواريخ الفرط الصوتية، ويبلغ طوله 16 مترا وقطره 1.5 متر، ويمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو صوامع متحركة تجاه أهداف على بعد 1950 كيلومترا، إضافة لصواريخ صقر 358 المضادة للطائرات على ارتفاع 12 كيلومترا وبمدى يصل إلى 90 كيلومتر. القوات الجوية. بلغ عدد العاملين في سلاح الجو اليمني 8000 إلى جانب 247 آلية جوية تضم طائرة سو-22 والإصدار الأحدث منها سو-22 M3 وطائرات ميك-23 وطائرة L-39 ومروحيات من طراز مي-8 ومي-16 ومي-24، إضافة لطائرات نقل وإمداد موزعة على 5 قواعد هي قاعدة الريان في المكلا وقاعدة الحديدة الجوية وقاعدة تعز وقاعدة عتق في شبوة وقاعدة العند في لحج. جيش المسيرات. يمتلك الجيش اليمني عشرات الأنواع المختلفة من الطائرات المسيرة، منها ما قدمته إيران كدعم عسكري وآخر أعيد إنتاجه محليا بناء على هندسة طائرات إيرانية. وعلى رأس هذه المنظومة تأتي طائرات أبابيل 3 الإيرانية والمخصصة للأغراض القتالية وعمليات السطع والتجسس، وبإمكان هذه الطائرة التحليق بسرعة 200 كيلومتر لمدة 16 ساعة متواصلة وعلى ارتفاع يصل إلى 5000 متر وبمدى يصل إلى 2000 كيلومتر، وباستطاعتها حمل قنابل موجهة بالليزر بوزن إجمالي يصل إلى 1200 كيلوغرام. وتعتبر طائرة وعيد الانتحاري الأكثر انتشارا لدى الجيش اليمني، وهي النسخة المشابهة لطائرة شاهد 136 الإيرانية
بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، يليها طائرات صماد بأربع أجيال مختلفة يتراوح مداها بين 500 و2000 كيلومتر، وجميعها تأتي برأس متفجر يزن 250 كيلوغرام. قبة الحوثي الحديدية. يولي الجيش اليمني اهتماماً بالغاً بمنظومة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي التي تغطي كامل أجواء الجمهورية اليمنية، ويأتي في مقدمتها منظومة سام 3، وهي منظومة دفاع جوية منخفضة تصل لمدى 35 كيلومتراً، تستخدم ضد الأهداف الجوية القريبة التي تظهر على الرادار، بالإضافة للأهداف البرية مزودة بنظام تحديد المواقع والملاحة العالمي. وتأتي منظومة سام 6 في المرتبة التالية، وهي منظومة منخفضة إلى متوسطة المدى، يشتبك مع أهداف تصل لسرعة 600 متر في الثانية بارتفاع 100 متر وتصل لمدى 24 كيلومترا، بإمكانية تحقيق الهدف بنسبة 70%. يليها منظومة سام 9 بخصائص مماثلة، إلا أنها أسرع في التعامل مع الأهداف الجوية ومداها لا يتجاوز أكثر من 16 كيلومترا. ويمتلك الجيش اليمني ما يزيد عن 1200 صاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف، وهي من طرازات ستريلا وسام السوفيتية وصواريخ FN الصينية، إلى جانب مدافع رشاش معيار 23 ملم مضادة للطائرات، ومدافع بوفورس سعودية الصنع والتي تستخدم ذخائر معيار 40 ملم، منها وحدات محمولة وأخرى ثابتة، فيما يصل مداها أفقيا إلى 10 كيلومترات ورأسيا إلى 6500 متر. القوات البحرية. تتوزع القوات البحرية اليمنية على 5 قواعد عسكرية، وهي المكلا والتواهي والحديدة واللواء الأول مشاة بحرية في سقطرة واللواء الثاني مشاة بحرية في بئر علي بمحافظة شبوة. كما تمتلك القوات البحرية عدة وحدات، منها وحدتين كورفيت من فئة ترانابول، وهي سفينة حربية أصغر من الفرقاطة وأكبر من الزورق، تمتاز بسرعتها ومناورتها البحرية، إضافة ل18 وحدة من زوارق صواريخ أوسا سوفيتية الصنع بطول 38.60 مترا وعرض 7.65 متر، متخصصة بإطلاق الصواريخ المضادة للسفن بحمولة تبلغ أكثر من 200 طن، وثلاث وحدات طراد غواصات من فئة 037، ومهمتها ملاحقة الغواصات وزرع الألغام البحرية، تصل سرعتها حتى 60 كيلومترا في الساعة، مزودة بصواريخ بحرية يصل مداها حتى 2 كيلومتر، إلى جانب 10 زوارق هجومية سريعة وأربع وحدات زوارق إنزال معدات وسفينة إنزال فئة بولنوكني، بالإضافة لوحدة كاسحة ألغام فئة ناتيا ووحدتين من فئة يفجينيا. القوات البرية اليمنية. يتصدر الجيش اليمني المرتبة 43 عالمياً والسادسة عربياً بعد جيوش كل من مصر والجزائر والسعودية والمغرب والعراق، وهو الجيش العربي الوحيد الذي يفرض سيطرته العسكرية على مضيق عدن، أحد المضائق المائية الثلاث في الوطن العربي، حيث يمتلك الجيش اليمني 300 دبابة سوفيتية من طراز T-55 و300 دبابة من طراز T-72 و200 دبابة من طراز T-62 و180 دبابة من طرازي T-80 و90 الروسيتين، وأكثر من 320 راجمة صواريخ من طرازات وفئات مختلفة، على رأسها راجمتي سميرتش وأوروغان، مدافع ميدانية سوفيتية محمولة ومقطورة، إضافة للمئات من مدافع الهاون. يبلغ عدد أفراد الجيش اليمني 87,000 عسكري، بميزانية إنفاق سنوي تجاوزت مليار دولار أمريكي، فيما يمتلك أكثر من 1130 مركبة عسكرية، معظمها مركبات قتالية،
بالإضافة ل 247 طائرة من طرازات مختلفة وموزعة على قواعد الريان والحديدة وتعز وفي كافة أنحاء البلاد، ذلك كله إلى جانب المئات من أنظمة الدفاع الجوي وقطع البحرية التابعة لأسطول الجيش اليمني. الدعم الإيراني. لم يقتصر دعم طهران للجيش اليمني على تقديم بعض الأسلحة والصواريخ أو تطوير بعضها، إذ تلقى الأخير أسلحة نوعية لا تجرؤ أي دولة أخرى في العالم على تزويده بها، كالتوربيدات المضادة للسفن والتي شلت حركة الأسطول الأمريكي في كل من بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر. هذه التوربيدات على الرغم من شح المعلومات حولها إلا أنها استطاعت الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واللتان أجبرتا على خفض التصعيد تجاه اليمن ووقف حدة عمليات القصف الجوي للقواعد العسكرية اليمنية التي جاءت على خلفية الحرب في غزة. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك للجيش اليمني قياسا بجيش بلدك؟ وبرأيك هل يستطيع الصمود في وجه الولايات المتحدة وحلفائها بهذه المقدرات؟